غفران النوالي بالإضافة إلى أسامة بي دائما موجود على كل الكرات الثابتة. هذا الصد متواجد فرات السلطاني أحمد الحاضري ومدافعي الاتحاد في هذه الكرة. أسامة يصوب الكرة وجول الأول للنجم الرياضي الساحلي. كرة ثابتة، كرة تميز فيها أسامة يحط الكرة في الشبكة ويفرح الجماهير الساحلية. أسامة عبيد يفرح الجماهير الساحلية في سوسة المهدية والمنستير البيا. جول عالمي من أسامة، كرة ثابتة حلوة ومزيانة.